يا مساء الفل، معاكم السويفي في ريفيو. والنهارده هنجرب مطعم بافالو برجر. بافالو برجر بقاله كام يوم عامل قلق على السوشيال ميديا بالباميه الكريسبي اللي هو عملها. انا بصراحه كان اخر حاجه ممكن تيجي في بالي ان انا اروح مطعم اشتري منه باميه كريسبي، وخصوصا لو مطعم برجر، وخصوصا اكتر لو بافالو برجر. انا اول مره هاكل من عندهم، وبعد حوار الباميه ده فانا قلت اروح اجرب اختراع الباميه اللي عندهم، وفي نفس الوقت نجرب بافلو برجر. فخلينا نبدا باختراع الباميه اللي هم عاملينه ده، ونشوف يستحق ان احنا نجربه ولا بلاش. ده الاوردر اللي جبناه النهارده، فتعالوا نفتحه ونشوف مع بعض احنا جبنا ايه. ان شاء الله فاتوره. بصوا رسيد قد ايه. لا ده هم طابعين بزياده. بصوا اللي انا لاحظته ان التغليف بتاعهم حلو جدا. دي الشنطه اللي فيها سندوتشات، الشنطه اللي فيها البطاطس، واعتقد دي اللي هي الباميه الكريسبي النجم الجديد بتاعهم. هنركن الكلام ده كله على جنب ونشوف الباميه الاول. دي العلبه اللي فيها الباميه الكريسبي، بيجي معاها تشيلي صوص. العلبه دي ثمنها 25 جنيه. نفتح ونقول بسم الله. ده شكلها اهو جوه العلبه، هي شكلها كده بالظبط اهي. انا كنت في الاول فاكرهم بيهزروا او في حد بيسف عليهم او في ترند معين وهم بيركبوه، بس طلع الموضوع بجد باميه كريسبي. المهم العلبه دي 25 جنيه، فيها بتاع 2 4 6 8 10 12 حوالي 15 قطعه. فخلينا ندوق ونقول بسم الله. ايه ده يا معلم؟ ايه ده؟ خلينا نجربها مع التشيلي صوص. بصوا انا هشيل لكم البريدنج اللي بره ده. باميه بجد، والباميه على بعضها يعني واحده كامله هي صحيحه. وانا مش عارف مين اللي جه في باله يعمل فكره زي دي اصلا، وفكر فيها ازاي وليه يعمل كده. هو طعمها مش حلو وفي نفس الوقت مش وحش، بس مش هطلبها تاني. يعني من الحاجات اللي مش هتيجي في بالي اطلبها اصلا. بصوا لو انتوا من الناس اللي زي حالاتي وبتحب تكتشف الحاجات الجديده وتجرب الحاجات الجديده، هتجيبوها وتجربوها تقريبا هي مره واحده بس. لو انتوا من الناس اللي بتشوف الدنيا فيها ايه، ما انصحكمش تجربوها. يعني 25 جنيه على الارض من الاخر. الحمد لله اختراع فاكسين فزي الفل على الاختراع ده قوي كده. ونشوف احنا جبنا ايه، ويلا بينا نجرب السندوتشات اللي جبناها من عندهم. كده عندنا الفرايز والكولا، ودي المكونات بره لوحدها عشان سببين: ان هو يحافظ على الكواليتي بتاع الساندوتش بتاعه، والسبب الثاني انه يسيبك تختار براحتك المكون اللي انت عايز تحطه على الساندوتش. ومعانا هنا السندوتشات اهي. انا بصراحه كنت خايف جدا من موضوع ان هو ما يكتبش عليها الاسامي، لان انا طبعا مش هبقى عارف ايه ده، بس الحمد لله طلع معلمين اهو على السندوتشات كاتبين ايه اللي عليها. وزي ما قلنا الكولا، وادي الفرايز بتاعتهم. خلونا نبدا باول حاجه وهي الفرايز. دي حاجه اسمها تشيلي بيف فرايز، دي سعرها عامل 55 جنيه. نفتحها كده. المفروض ان ده شكلها، دي بتكون فرايز وعليها صوص جبنه وبيف وصوص تشيلي. خلينا نجرب ونقول بسم الله. شكلها حلو قوي، شكلها حلو وريحتها حلوه قوي، طعمها جامد قوي. صوص التشيلي مع الجبنه اللي محطوطه، كمان الفرايز طازه مع البيف، لا جمدان. الميكس ده كله على بعضه خطير، بس الكميه قليله قوي على 55 جنيه. ف 55 جنيه ده مبلغ، المفروض الكميه دي تزيد. الكميه هنا قليله قوي بصراحه. خلينا بقى نخش على اللي بعده. هي طبعا برد جامد بسبب التصوير، بس طعمها حلو، الكواليتي بتاعتها محترمه، بس ناقصها شويه توابل سيكا. لو في شويه توابل عليها تبقى في حته تانية. انا جبت اربع سندوتشات، اتنين 150 جرام واتنين 200 جرام. بالمناسبه انا طلبت من عندهم العرض اللي هو هابي 10، اللي هو بتاخد ساندوتش 200 جرام وتزود عليه 10 جنيه وتاخد ساندوتش معاه 150 جرام. فالعرض ده حلو جدا، لو حابين تجربوا بافلو برجر لازم تجربوا العرض ده، حلو وهيوفر معاكم كتير. الساندوتش الاولاني اللي انا اخترته اللي هو البيكن مشروم جاك، ده اول ساندوتش انا اخترته. ده 200 جرام، فتعالوا نقول بسم الله نجربه. بس الاول ادي الطبق بتاعنا والسكينه بتاعتنا الجميله. واضح ان هو متكلف. ده شكل الساندوتش اهو، نقطعه نص
ده بيكون عبارة عن بيف بيكن ومعاه مشروم، قطعة برجر 200 جرام، في جبنة من فوق وصوص اهو. خلينا نقول بسم الله. عظمة عظمة. خلينا نضيف له بقى ايه، خيار مخلل وحبة خس. انا حقيقي مبسوط قوي، ده من احسن البرجر اللي اكلتها في حياتي اذا ما كانش احسنهم. البيف بيكن اللي فيه فريش وحلو قوي، المشروم كمان فريش مش معلب وطعمه حلو وظاهر قوي. لا ساندوتش خطير. يلا نشوف اللي بعده. ده بقى الساندوتش اللي هو ب 10 جنيه، انا اخترته اللي هو التشولوز. قلت اصلا بختار ما بين حاجتين، واحد التشولوز او اولد سكول، فانا جبت التشولوز مع الساندوتش ده، والساندوتش التاني اخترت معاه الاولد سكول. فتعالوا نشوف التشولوز ده بيقول ايه. ده شكل الساندوتش. انا مش عارف بصراحه ايه الفرق بين ال 150 وال 200 جرام، بس اعتقد سمك البيف نفسه. خلينا ده نشوف في ايه. ده عباره عن فيه برضو جبنه وصوص، فيه هالوبينو والقطعه البرجر وصوص من تحت، بس الهالوبينو كتير قوي. خلينا نقول بسم الله. الهالوبينو هنا مغطي على الطعم اللي جوه، فمش حاسس بطعم الصوصات. حتى البرجر نفسه انا مش حاسس بطعمه. للناس اللي بتحب الهالوبينو هيعجبهم قوي. لو انت مالكش في الهالوبينو قوي ابعد عن التشولوز، مش هيبقى اختيارك الاول. انا بصراحه ماليش في الهالوبينو قوي، مش من الناس اللي بتحب الهالوبينو قوي بالكميات دي كمان، فالساندوتش ده ما عجبنيش قوي، بس يعجب الناس اللي بتحب الهالوبينو او الحاجه السبايسي. انا بحب الحاجه تبقى سبايسي بس مش بالشكل ده، مش بالكميات دي. فهنركن التشولوز ونشوف اللي بعده. الساندوتش اللي معانا بعد كده اسمه بي دوجز. بي دوجز انا مش عارف يعني ايه معنى الاسم ده، بس تمام يا رب ما يكونوش بيشتمونا. يعني انا اول مره اشوف في المنيو بتاعهم. هيجي واحد بقى فزلوك يقول انت ازاي اول مره تشوف في المنيو بتاعهم وانت اول مره تطلب منهم؟ هقول له يا عم الفزلوك، انا كنت متابعهم من فتره وعايز اعمل فيديو ده وعايز اجربهم اصلا، بس كانت الدنيا مش متظبطه معايا لحد ما الوقت بقى مناسب. بالمناسبه دي لو لسه مش عامل اشتراك في القناه، انزل اعمل اشتراك دلوقتي، ويا ريت يا ريت تبقى عملت لايك للفيديو ده. ما هو عيب قوي تبقى وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك. اوه 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 اوه، ده بقى فيه كميه صوصات باظه من بره. بص يا معلم ما اقولكش، حتى باين على البتاع نفسها، الورقه نفسها اللي هو فيها. خلينا نشوف ده ايه. ده فيه قطع سجق، معرفش ده سجق ولا سوسيس، ومسترده، مايونيز، وقطعه لحم 200 جرام، ومن الاخر تحت مايونيز. الساندوتش ده فيه كميه صوصات بتبوظ من كل حته. بصوا ده معرفش ده سجق ولا سوسيس. قول بسم الله. حلو الميكس ده، حلو. ده طلع سوسيس مش سجق. بصوا هو الميكس بتاع السوسيس مع البرجر مع الصوصات اللي عليه جامد قوي. عايز بقى الساندوتش ده يعجبك قوي، اديله ايه؟ بصل. البرجر اصلا لوحده طعمه جاحد. انا مش فاهم ازاي من زمان ما جربتش بافلو برجر، انا كان فايتني كتير قوي بصراحه. السندوتشات كلها احلى من بعض. ده اخر ساندوتش معانا، واللي هو والمفروض ان انا كنت طالبه اولد سكول. ده متعلم على حاجه اسمها سبايس ميتر او دبل ديز، هو العلامه في النص دبل ديس دبل ديس، العلامة على دبل ديس. أنا كنت طالبه أولد سكول، مش عارف بقى هل دي غلطة ولا اللي بيعلم كسل يعلم فعلم على أي حاجة. هو ده عبارة عن جبنة وصوص وقطعة البرجر وصوص تاني. أعتقد ده الأولد سكول، واللي كان معلم معلم على أي حاجة عشان يريح دماغه. بس يا معلم دي تسويحة، ما تعملش كده تاني في حد، لأن أنت كان ممكن تسوحه فعليا. لو شلة صحاب جايبين سندوتشات مع بعض ممكن تسوحهم، وخصوصا لو اول مره يطلبوا من بافلو برجر زي حالاتي كده. هو الساندوتش ده يعتبر ساندوتش كلاسيكي قوي، عليه شويه صوصات وحته جبنه وشريحه اللحم ومن تحت صوصات. فبما انه كلاسيك وفاضي، احنا ممكن نحشيه من العلبه دي اللي هم ادوها لنا. ده شكله اهو. حط خيار
وبصل، ونقلب الناحية التانية خس. أنا من الناس اللي ما بتحبش الطماطم في البرجر خالص، في حد زي كده ولا أنا لوحدي ولا إيه؟ هنقول بسم الله. هو حلو مش وحش، بس مش زي أول واحد دقناه كان جامد جدا، مش أجمد حاجة عندهم، لو رحت هناك مش هيبقى اختياري الأول. الحمد لله أكلنا وشبعنا. ملخص بقى سريع للتجربة، مش عارف ليه العيال دي كل ما تعرف إن أنا بسجل ينزلوا كلهم، يعني عيال الشارع كلها تنزل تلعب في الشارع بيستنوني أول ما أجي أسجل. مش فاهم والله بجد، يعني الأسبوع كله يبقوا قاعدين ما بيعملوش حاجة، أول ما أنا أبتدي أسجل ينزلوا كلهم الشارع ويقعدوا يهيصوا. ارحمنا يا رب. طيب خلينا نتكلم على التجربة ككل. البامية دي اختراع فاشل، منصحش اي حد يجربها الا لو كنت حد بيحب يجرب الحاجات الجديدة وعنده حب استطلاع. التشيلي بيف فرايز حلوة جدا وطعمها بوم وجامد جدا، بس كميتها قليلة قوي، خصوصا ان سعرها 55 جنيه، فده يعتبر سعر عالي مش سعر رخيص. اكتر ساندوتش عجبني البيكون مشروم جاك، ده اكتر واحد فيهم عجبني، وحقيقي لو هروح هناك تاني انا ده هيبقى اختياري المفضل من عندهم. او ممكن الفيديو اللي جاي نعمل تجربة كاملة ونجرب باقي الساندوتشات اللي عندهم، خصوصا ان هم عندهم ساندوتشات فراخ انا ما جربتش منها اي حاجة النهاردة. فاكتر واحد عجبني فعلا اللي هو البيكن مشروم جاك، ده اكتر واحد عجبني فيهم. اللي بعده على طول اللي هو البي دوج او البي دوجز، ده برضو لطيف جدا. الساندوتش اللي هو كان التشولوز اللي مليان هالوبينو ده، انا بصراحه مش من عشاق السبايسي، بس عشاق السبايسي هيحبوه. الاولد سكول ده ساندوتش سيمبل خالص، فاللي هو برضو حتى فرق السعر مش كبير بينه وبين الساندوتشات الثانيه، فما اعتقدش ان ده هيبقى اختياري المفضل فيما بعد من عندهم، يعني ما اعتقدش ان ممكن اجيبه تاني. حركه ان هم يحطوا الطماطم والخس والبصل في علب لوحدهم بره، دي حركه صايعه قوي وحلوه قوي بصراحه، شابوه ليهم فيها، عجبتني قوي. بس كده، ده كان ملخص تجربتنا النهارده من بافلو برجر. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا عملتوا لايك للفيديو ده، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه عشان ما يفوتكمش الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، سلام.